دائما سكرب طبختي احسن طبختها مليون مره صحيح انقا طيب بس وش ما هي مضبوط انت عارف شو مضبوط المضبوط اللي يجيك يجي خبيص ما بعرف لكن انتو كبسه بالراس انتو اللي كثرتوا فلفل والطماط قطعت فلفل والله ما كثر اصلا ما انفقشت انتو ليموناتكم انفقشت هذه اللي خلى النكهه حلوه لا ولا والله النكهه حلوه والله اني احب الليمون بس ما هو الطماط كذا تقطع كذا الطماط والبصل هذا سيء قطع الطماط هذا كبره الزيت ملاه الزيت طول طبخه كم طبخه 45 دقيقه 40 دقيقه طلع الزيت 5 دقائق طبخنا الزيت يا ولد احسب انها ما حموده حرق الدجاج حرقها خلاها تنقلب كذا قاعد 5 دقائق كذا لين احترقت مقلبها تدري نطلع نص الكشنه محروقه والله نطلعين نص الكشنه اشوفها سوده انا استانس والله بيني وبينك انت نظافه ما عندك نظافه؟ لا نظفنا حماد يطبخ انا ننظف والله والله العظيم ان النظافه عندنا اكثر بس مكلح حتى كلنا فايزين ليه؟ كواي خربانه عاد ريالت اي ريالت بالله لا والله يا ولد والله ما هو مكوي اصبر اصبر عطني مخده ذي لا لا بشيلها بس عطني مخطه عطني مخده عطني ادري عادي يا اخي هلا يا ود ما هو ماكو لا ايه عادي خلاص اعطني واحده ريالتي ما اقعد بشكل مبهذل اصبر تدري من اول واحد دق من؟ ولد عمي امان والله ولد عمي ولد خالتي محمد عبد الله بن دمخ الله تستاهل يعني جاك 450 صح؟ انا اربع هاشتاقات واتصال كم؟ 50 50 100 50 50 200 250 مع 300 700 550 ايه انا اتصال وهاشتاقي 550 وامس انا ماخذ 500 1050 يعني باقي لك 50 باقي لك 50 واعوض انا امس خذيت 700 في المسرح وخذيت 100 فقره من شخبوط تمام 100 وهنا اخذت كم؟ 450 انت 450 ايوه لا بفرق بيني وبين ايه 854 كم؟ كم؟ 800 450 كم؟ 1250 حلو يعني بتشرفنا برايم انت باذن الواحد الاحد ما اشرفك وراي الدواهي الدواهي انت شفت بالهاشتاقات اول عزيز محمد ام حازم السعد ما شفته؟ عزيز الله شفته يا اخي سياف والله ودنا اخذ سياف وش اخذ؟ ودنا اخذ اتصال ولا هاشتاق سياف اخذ هاشتاق لا ما يتوقع حماد اخذ اتصال اخذ اتصال بس سيار ما اخذ شيء يعوض يجيب الله مطر يقول من عاش بالغربه وناسه حواليه يا سلام ما ظن يلقى غير بالدرب حتفه الله اكبر يا سكه الخذلان والجرح والتيه كم نامت جروحه على حساب كتفه هذا انكتب له بيت ترجف يديه كنا الشعر يكتب على حين رجفه أحلامه أبعد من دموع المشاريه وعمره زهر وشلون ما حان قطفه يناظر الساعة ولا ينسى إليه يمكن بلا موعد تمرين صدفة الله أكبر صح هذه العبد الملك الخربوش يقول يا صاحبي وجهك يبشر بالسعد السعد هذه ظني سادس مرة عيدة هنا يا صاحبي وجهك يبشر بالسعد مثل السحاب اللي مزونه هملي توفي وتوعد ما تخالف في الوعد يا سيف هندم في الملاقى فيصلي سلام ولا غرابة مدحكم من بو وجد أمدحكم في خلفيك وأنا أبو علي يا سلام صح لساني مهيلة هذه لي رضي الله عطنا يا أبو علي لا عطنا إياهم يا ولد مت تعال تعال يا ابوي صلي كذي الضيافه وينك كلمتها لا تلفت يمين ولا تلفت يسار المشاعر عليها الوقت شرب وكلام نبغانا انت لا تتهمني بشيء وانا بريء من يشكك بحبي لكذب وافترى وين بتروح من ربي يا كسر ظهري يا
حياه الشقاوة ولا حياه الزرا احسب اني على حقي قوي وجري لين شفتك تعامى وانت عينك ترى وانت عينك ترى شباب بساكم سوا اسالني شباب نبى اسئله مواضيع جديه نبى قهوه يا ريج عزيز قهوه وش الشيء الخطا اللي سويته واللي شفت ان ابوك ضربك ضرب قوي يلا عطني اياه احسب حسابك قبل ما تقول لا والله يلا المشاكل واجد ادري المشاكل واجد الشيء اللي قد ابوي الله يرحمه زعل عليه فيه طقني فيه الله يرحمه يا هجم اسمعوا هي سالفه ابوي عصب علي ورضى علي بعلمكم السالفه اسلم كنت انا وابوي الله يرحمه عبد الله اخوي الكبير مسافرين للدمام طياره كان عندنا موعد مستشفى وبالخاص ونرجع وحنا راجعين وين حنا مطار الدمام في وجهك ذهب ابو بقى على طياراتنا يمكن حروه نص ساعه وانا ميت جوع قلت يبا بروح شو اسمه ادور لي عيشه روح مطار قال عجب الطياره ما بقى عليها شيء انا علي سماعات عشان بتابع واروح وشغلت المقطع وامشي اهرب ابوي قال لي يا عزيز جيب عبد الله اخوك معك وقتها كم كان عمرك قديمه تقريبا عمري ابو 15 16 16 كبير يعني بس لا والله ما كبير مراهق مو له مراهق قاصر خلاص عاد طيب ايه بلوغ وحنا وانا اروح عند مطعم هذا بغيت اقول اسمه والسماعه بدري سماعه بدري وشغل لي مقطع والله اني ما انساها لحد الحين اذكره واقعد اتابع واكل بيتزا والامور كلها سهله اثرهم يصوتون برحلتنا وسمع بدري طلعت وانا ما ادري وتابعتها وانا اقوم اخذ جوالي ودنياه بعد ما شي بعد وخلاص واطلع الساعه ولا متاخر وانا اروح اركض يوم رحت اركض ولا هذا ابوي عبد الاخوي جاي مقبلين عليك مقبلين علي يدوروني يوم جيت انا ولا قال وينك متاخر ابوي قلت والله ليه متاخر هو يمسكني من نيه ويدفني هامش وانا وجهي برد قدام الناس قهرت زعلت مشينا يوم جينا قالوا احوال الحفر ما هي بزينه اجواء فاصبروا شوي ان شاء الله بنطي عاد خلاص الحين هدينا ابوي قال والله ما جبت عيشه انا اخوك معك لازم قبلها متهاوشين انا عبد الله قال الحين اقول لك انا جيبك عبد الله اخوك وانت ما تجيب له لانك زعلان هو يصفقني قلت له والله نسيت ما سمعتك مو نسيت والله ما سمعتك انت فيك ما لك قدام النقص قدام العالم وانا وهي تقفل معي قلت يلا هالحين واخذ سماعه وانزلها واخذ جوالي احطه مخباي وانا اقوم امشي قول وين رايح؟ وين؟ بيت قل وين؟ وين؟ ما ادري امشي 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 ما غير امشي عبد الحساس يصوتني ابهج ما ادري وين تعطي وضعك الزعلان الزعلان في المطار ابهج وين ابهج ما ادري اعرف الشرطه وامشي وبعدت عن بوابتنا المطار كبير وطالع انا شو سويت؟ الحين شو ارجع؟ الحين برجع البيت انا بروح لامي وبقول امه كذا 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 فهمت؟ مبتس واجلس واخر شيء ادق على امي يمه واحد اثنين ثلاثه ابكي ارجع ما عليك انت على البيت والله الامور زينه ما عليك ما قال لك شيء قلت والله ما ارجع واخذت شوي والاسمع النداء الاخير الى حفر الباطن وانا اجي عادي زعلان وانا اجي ونصف مع الناس والبوابه ابوي ما قال لي ولا حاجه وعبد الله اخوي ما قال لي ولا حاجه درونها قفله معي وانا اسكت جاء اللي قص البوردنج قال يا ركاب رحله ما عاد في تاجلت الى بكره باذن الله التغت انا شلت هم قلت الحين بنرجع شقه انا وابوي لحالنا بيكفر فيني لا شلت هم يلا ما عاد في والعالم ليه احنا عندنا شغل تخبروا اللجه هو يسكتهم قال يا ناس الموضوع مو بعندي انا جاني خبر ونقلت لكم انا مالي علاقه الخبر عند الكابتن كلهم طيب نادى الكابتن المهم هو يجي الكابتن جاء الكابتن هو يسولف مع الناس العالم بما انها مشتطه ومنشحنه يا كابتن احنا عندنا شغل ما نقدر نروح ما نقدر نصبر من الكلام قبين عليه ما صار في مناوشات بينهم بوك تناوشك لا
من الفضاوه وانا اطلع جوالي واصور. صورت جدول ادور اتنشن من وانا صغير. دور شو؟ شو؟ وقعد اثبت الجوال واصور. ما دريت ولا وانا قاعد اصور الواحد طق كتفي كذا. عسكري. والتفت كذا ولا هاكل معضل. قال طف الجوال. وانا وقفت اسير قلت سم قال احذف المقطع. قلت ماني حافظه. قال لا احذفه. بتحذفه ان شاء الله وانت رجال طيب. قلت بصفتك من تقول احذفه؟ قال بصفتي شغال في المطار. قلت اعطني بطاقه انك شغال في المطار. قال يا كابتن، يقصد كابتن الطياره. يا كابتن، قال نعم. قال امشي 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 بكلمك. قال دقيقه، انت على اي اساس تكلمني كذا؟ تغمز لي وتقول لي امشي، وش تبي؟ قب عليه الكابتن. الكابتن منشح من العالم. قال بصفه الزماله اللي بيني وبينك، قال انا ما اعرفك اول مره اشوفك. تقول زماله؟ انت مين؟ قال دقيقه. والله يحطني ينصق بوجهه معضل ومادري شنو، هو يجي يوقف. قال اسمعوا، انا مالي علاقه في الطياره هذه، انا مسافر من الدمام الى جده، مالي علاقه في الموضوع ذا كله، لكن في ناس تصور يا كابتن. اللي يصور وش عقوبته؟ قالوا يصور، احنا بنشتكي عليه بديوان المظالم والخبرات فوق شغاله. يا ويله من نوم الكلام ذا، انا دليت. قال هذا هو، ويشن علي. ابوي كان بيني وبينه ابوي عايز هذا دلي. قال هذا ولدي. قال واذا ولدك ما يصور؟ قال لا، يعني تصور وين المشكله؟ ابوي محامي. قال اول حاجه، اذا انت يا كابتن ما انت بغلطان وحاجه جتك من فوق، انت ما قلت شيء غلط وما انت خايف من تصوير الا اذا كنت مخطئ. فاذا انت مخطي يجيك خطاك، ما انت مخطي ما انت بخايف من التصوير، وانت على اي اساس تهرج واي اساس ميدان معضل. قال انا، ويرفع صوته. رب البيت جعلها سمن في بطني. جا. اني صادق بكلمه. قلت عاد انا بالفزعه ذي. قلت ارفع صوتك على ابوي، ابوي ما له عيال. انت ابغى تزين الموضوع. انا بزين يعني شكلي عند ابوي بوكس وانت صافك شيل وحط وكل حق. ويوم التفت ولا عبد الله اخوي منزل شماغه ويفس، والحنا قد خلاص انا تهاوش طوي بصغير. ايوه طقيت عبد الله. وين هذا اللي يدور العجره في شط البوتر؟ انا حبيب ايش لهي. لا والله لا سلام. اشتغلت بشي كويت نص ثيابي بيض الله وجهي. كان كويت ثوبي معك. لا والله امزح، بس انه عبد الله اخوي من النوع اللي مستحيل طقه في شماغه. هو لا بشماغه وطقه ما يطقك. ينزل شماغه لازم ينزل شماغه. انا ينزل شماغه وانا وعبد الله اخوي نمسك انا حجده. مو زين هذا، شلو ابوك حط ابوك من العجده هالجده. اي ويجيني واحد والله اني ما انساه ظفيري من اهل الحفر. شو فيه؟ مدخل يده مخباي يطلع الجوال. قال كم رمزك؟ انا داري انه بيحذف المقطع. قلت كذا كذا كذا. ويجي يحذف المقطع ويرد الجوال مخباي. المهم ويجي ابوي يمسكني ويدخلني بين الناس، يمسك عبد الاخوي ويدخله بين الناس، احنا نلبد. يوم سكتنا يدورون يدورون واحنا نلبدي. ولا جاء الكابتن ابشركم ابشركم في رحله في رحله، احنا نركب احنا يا سلام. زينت سفرت الريجيل اللي متعطلين، وزينت شكلي قدام ابوي كلها من البوكس كلها من البوكس عشان زعلت بيتزا. عندك سيارة وما تغدي؟ لا لا انا مشاكلي ما اصلحها. اه تعطينا لا والله مكوي. عطنا عطنا العايد العايد بتستر ذاك التعطينا. احس كله مشاكل في المزرعه ما ادري ليه. والله احترقت تابك هواي. عطفا اي والله لعلها في مره نزلنا المزرعه. ايوه معنا عزبه ومعنا علوم ومعنا اسلم اسلم. اقول نزلنا المزرعه معنا عزبه ومعنا علوم ثلاجه قهوه ثلاجه شاي. ارفع صوتك الله يخليك لي. اقول معنا نزلنا المزرعه ومعك عزبه بس ارفع صوتك يعني. ايوه المهم تعشينا وسمرنا وطلعنا في هاي ركس غمار ثيم الغمار نسيت اثر واحده من الثلاجات دخلت تحت المرتبه. وشو؟ واحده بالزمازه دخلت تحت المرتبه. زمازم الثلاجه الثلاجه عشان اعطيك اللهجه. ايوه ونوصل البيت وندور لها ندور لها ندور لها ندور لها ندور لها ندور لها. يا ولد قال ابوي انزل جبالي من السياره، انا متاكد اني حطيتها في السياره. ايوه تمشي وانزل السياره طال عمرك. اثر واحد من العمال من اخواني قد طلعها احطها على اتجاه الباب. ايه يعني تفتح الباب تطيح اطو. وانا الموضوع ترى بسيط وسهل، لو قلت اكسر ما بقول شيء. وافتح الباب وطيح تكسر عندي الشاحن ولا الشاحن في الحوش. يا ولد ايش اسوي ذا الحين؟ سعد يعرف السالفه يضحك من بدري. لا والله غلاج مدري حركات الديني. والموضوع سهل، لو قلت انكسرت ما بيقول شيء. ف
فاقول تسوي ذك اني الحين ذكي شلها وشلها في ردمية تراف الهاش وحط الردمية. يا سلام. لا لا خليها. اي والله انها ضايعه. اي وصك الباب ولا مسحت القزاز من تحت خليت زي ما هو. والله خبيت قلت يا رجال انت نسيتها في المزرعه. قال يا ولد انا متاكد تكذبني. قلت والله الذي لا واروح حلف وقطع ربي انك نسيتها في المزرعه. استغفر 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 يقول ما هي بالثلاجه الزرقاء. هو عارفها ليه؟ لانه كاسرها. قال لي وذلك قلت الله لقيتها نسيتها عند البير. وخلي طبرك وينزل يدور يدور الحوش يدور يدور وجا عند السياره لون فيه مويه. الخبل ما دفن الماء والقزاز ويتبع القزاز يلونها مربيه ورا الردميه. ورا طالع من الطاقم من الدور الثاني. ها لقيتها يتلفت. اقول ارجع ارجع ما بتلقى. ويلقى طال ابرك يلونها طالع بافيده ويطالع فيه. قال هذه وش يا الوالدي؟ اشوف كيف بنتي. قال طيب ويردها مكانها ويطلع لي فوق. يجلدني 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 يجلدني. يقول انا ما في ثلاجه ليش تكذبني؟ وتحلف انها البزراوي معنا. ويصك عندنا طال عمرك دوره المياه الله يكرمكم. كرمت. في سيب اول شيء باب. بعدين سيب مغاسل بعدين دوره مياه. ليه؟ يا سلام. وبعد ما خبطني وجلدني هذا عضيت يمسكني طال عمرك من هنا ويدخلني في السيب ذا. ويصك بالزلفه من برا. يا سلام. هذا كلام الساعه 8 في الليل. في الليل. الحرام مفتح لي الساعة 9 الصباح عمي. أبجي على إذنك. إذنك معك الساعة 9 مفتح لي عمي أمغطى هنوه. وأنا أعرف إيش صار لي. شفت الصور اللي صار 15 وما نزل. أنا نزلته شرى لأبوي واحد جديد أصفار. ها قد مشى وقتها يمكن 30 ها وقتها يوم شراه ما قد ولد أخوي محمد الصغير. كان أصغر واحد أنا. كان أخوي الباقيين الكبار واللي متزوج واللي كذا ما كان يسافر مع أبوه إلا أنا بس. جاء قال مشينا خل نروح الديره بيشه. الحين دائما لقنا بنروح بيشه لازم نمر على الباحه. والله خطوه لازم بقى. لازم تكفي الباحه نتعشى فيها. ايوه السبره. ايوه الشكران في ايش الدلغان ما ادري رغد الدلغان هالدلغانات. المهم طال عمر سلامه ها وقف ابوي عند كافي قبل الباحه قبل كافي عرفت الكشكات. الله يقطعك اخوي احنا جنوب دائما يجون مع الباحه ويتعشوا مع الباحه لازم يتبردوا. المهم وقف عندك وش كذا خذ له شاهي وخذ لامي ايوه خذ لامي شاهي قال ايش تبغى؟ عرفت الموكا الموكا العلبه حليب كراميل كل شيء فهمتها؟ اسكت قلت ابغى هذه قال ايش تبغى بذي وقيمتها يمكن ظني 13 مدري مدري ايوه زمان كانت رخيصة. المهم طلع مصامة قال يا دم تنعمل قلت ابغى 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 ظني اعطانيها بدون نية. انا وقتها معي جوال بس جوا ما ادري ايش كان يا اخوي معي جلاكسي جلاكسي كم عمرك؟ ادرس ظني صف ثاني متوسط او ثالث متوسط ايام الجلاكسي ذاك اليوم. المهم طلع مصامة واخذه ها يوم خذيته هالمرتبة فاضية عندي طرحته كذا على المرتبة فهمت كيف؟ نيت افتح جوالي عشان اصور اصور الشيء عرفت اللي كذا السفرة والحركات. المهم طرت اضرب ابوي يوم عطاني اياه حاس بالرجاء وكل شيء انا باقي على الجوال افتحه الصالون اللي حطيته في الدي ما يقول كذا يفز اضرب ابوي يحط الموتر في الدي يفز طح يا الكوب كامل على المرتبه والله الذي لا اله الا هو يا سياف اني ما شربت منها جومه واحده ما شربت لان المرتبه مليونه لو عند الارضيه وكرم مليونه كلها لويله الا الله وقتها ظلم ما انتبه ابوي يسولف مع امي ما انتبه ظلم فطالع اشوف بحد درب ما حد قلت يا ما اعطيني فاين اما لهنتي لا ما اعطتني حبتين قلت اما زودي زودي لي قالت ايش في يا قلت ابو ما فاهم اعطيني كيس كامل فهو امسح امسح ليش يعي لا يروح يا ولد ايش الحل ايش الحل ايش الحل بس تحب لي هالعفوش وراي في شنطه لا زبون ما فادخل ايدي شنطه اقرب شنطه عندي بس تحب وتره بيضاء اضرب غطره ابوي والله انا حسيت غطره ما درت ظلوا بس تحب الغطره ما اخذ لي علبتين ويا ما كب على المرتبه ما امسح 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 لين راح خف لين غادي تصير غطره رماديه فلف الغطره لفه وما دخلها في الشنطه انت معي والشنطه نسيت ما سكرتها اثر الباب ما عند الباب فيه زي ما تقول قطرات ما قد مسح نسيت منهم
وادزها وعاد الموال عاد الموال عاد المو ساكتي ونفسي في ذا الموك اللي وديني شربته وامشي وامشي يوم وصلنا الديره هننزل العفوش هنزلت امي دخلت البيت هننزل مع ابوي انا العفوش انزل وارجع انزل اظن يوم خذيت شنطتين نزلتها يوم ذاك كان ابوي يقول سعد سعد هذا قلت تعال لبيك تعال 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 خل لبيك اثر ابوي يطلع عمر السلام لقى الشنطه حقته مفتوحه ولقى الغطره ابوي عنده ترى خبره لقى الشنطه في عطر عند مكاني شاف ما في شيء فتح الباب لقى درى ان الموك اللي انكب على المرتبه كامله شم المرتبه شم الريح قال تعال تعال يوم دخلت اثر مع الخزرانه هتلاقي خزرانه مع ايوه عرفت اللي ما تنكسر نفسها مع الاهم يقول تعال اضحك كيف عشان ليش عشان لي راح بالي هنا معطيني بضحكه ابتسامه قال تعال تعال يوم جيت ابو سبحان الله مسكته ما يمسك مع اليد يمسك مني ها وقتها معي شعر مسكني مع الشعر ياخذني ماشي هناك يمسلك يرجعني كذي يمسلك مروحه يمسلك ولد والله الذي لا اله الا هو لو ما طلعت امي منعتني نذرنا علي نموت واتسلك فوق تحت ابوي مستحيل يسلك على الوجه مستحيل يسلك على الظهر على البطن على الاماكن الثانيه اتمعي والله الذي لا اله الا هو يوم دخلت اني ما اقدر امد كل ما مديت فيه زي المطبات عرفتها وانتفخت هوه 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 هذاك الموقف والله اني مستحيل انساه في حياتي يا ولا مستحيل انساه في حياتي قد جلتك بوك بكرنوفه اي والله ما بكرنوفه جريت لا بعدك خضر يابس يابس حلو يتكسر والله ما هو بيابس مره غير ارحب ارحب مرحبا ومسهل سلام ورحمه سنور شو عنده سبانش انت عارف ايه ترى مسواك الراكب اذا شريته من شف شوي ايوه ايوه يجيك راسي ولي مثل بشو شو اخباركم يا مرحبا ومسهلا ابو خضر تعال اني ابوك كيف اموركم؟ الله يعافيك اسلم ما ادري ايش يقول في الحوش فعيت يود كنا مع ولدي زمان فالقطه طال عمرك من قريب بالحوش وهذا ابغى هذا بالدرج الدرج الدرج طويل على الدرج في لفه فزحلق خش البيت لا فاخذ الدرج طال عمرك ما مداري اخذه يوم دخلت في اللفه ما عاد الا رجلي ذي بسلكها فبغض رجلي ذي بالشوك لا 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 السلاء مخر العذق فمغطيني إيه؟ الحرام طحت طلع دم وانت نفخت رجولي بسلك وقتها بعدها لا خلاص شافني ضربه قويه دحفت ابوي ما شاء الله وقتها كنت متي لا نحيف في دمك سخايف امانه في دمي تقول انا نبي اول حا هذا متى قبل يمكن ابو خضر انت على اسهال عطنا اكثر فرضني خلاني اسوق الجيمس بعد ساعتي من الضربه في ذنبه رضا رضاوه عطنا موقف ضرب فيه ابوك خطا سويته ضرب فيك ابوك ضرب فيك ابوك عطنا اياه ولد ابغى كاب معك ابشر بس كاب انا في السياره والله بعلم صدق مره طال عمركم في الخبر دخلنا محل مكسرات يا ولد في مكسرات هناك تهول ابوي طال عمرك تجيب العافيه انت صادق ابوي طال عمرك مع اليماني قاعد يتقضى وقاعد ما في اليماني واحد وانا طال عمرك عندي مكسرات طال عمرك بعدين حاطينها على طولي يمديني اخذ تنوش تلقطها أيوه. بالجيب القط طال عمرك احط واحده في فمي طال عمرك وخمس بالجيب وثلاث خمس طال عمرك جيبي يا سلام والله طال عمرك القط والقى لي قسم واخذ لي خمس طال عمرك بعد القط لي واحده وانا طال عمرك اخذ لي فصفص ما عدا له قلت يا ولد ما في له فصفص لازم اخذ حق اخر الليل كذا وبعدها عندي مدرسه اليوم الثاني لا تقول لي في خاطري من طال عمرك ويرد بالعين ابوي الا والله طال عمرك الا ابو خضران ياكل يحط ايه اك الله يا الضعيف انا الحين اشتري بدرامي وربي واخذ وتروح تسرق من ريه تعال امي تردري في المحمصه في المحل انطارد اقسم بالله أمي يجي طال عمرك من يمسكني باليسار تعال من صكني بواحد صكني بواحد قسما بجلال الله اليوم كم دي طال عمرك ما سرقت بسبت ذا الكف
لا اله بعدين قدامي ما انا وبعدين يا ولد زباين ومدري وش ما فيها ليش تسرق يا اخي يا اخي من اشتل بقسب ومفصفص طلع في جيبك طلع يا مهر يا اخي عمي عمي عادي عمي عادي يعني ما في عادي هنا يا حبيبي انا احس مطوع ابوك تبغى صدق ابوي شبابي مره بس لا تخطي بس شبابي وقصتكم خوينا وكذا حيل قوه 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 امي الله يجعلني قفله اسمع الله يطول عمرك سوت فيني حاجه اقسم بالله اول مره تجيني في الحياه الدنيويه كلها سويت خطا خلوا مسترها سكتني في غرفه خل سكت في بالي خل ها اسالك بالله الله يحيي عدو سكتني طول عمر صلب سكتني طول عمر صافيدي وانا في غرفة انا دام عندهم اوقف لاني قلت يا اخي امي مستحيل تضربني وكذا بس خطوة سويت هذا مرة والله لا اله الا هو صفقتني بكف انا لطمتها شرف لي لطمتني بكف عرفت الكف اللي نص اليد هنا نص اليد في الاذن ورب المصحف لا 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 تصفر او رب الكف شو يوم صفقتني قعدت يمكن خمس ساعات قلت اذني تصن امي تبي تضربني كف قلت يما دقيقة دقيقة انا ما اسمع وكذا الو 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 لهم اسمع قلت الحمد لله ودي في الكف الثاني ورب المصحف يا شباب يا قلبي نوقف قلت اني فقدت السمع لذن قلت هذا الكف اللي واضح الزعل فيه لا. واللي ما بتنساه وين عرفت نص اليد في الاذن نص اليد هني نص اليد هذا ما حسيت لذن لذن وسويت خطا مره خذي مشعب عندي عرفت مشعب العتب ايوه بس المشعب اللي يكون كذا عرضه خذ سويت خطا في حته الدين عند الدولاب في غرفته والله قوي لعت تسوي ما ضربت قالت لي بس طق هنا لا اله الا الله هذه فلقه مخ الحال علي الطلق هنا الكوره زي الكوره زحكت مجيري ها خذ 50 بس ليش ليه طلق كويت يا ايش اسمه حركات والله انا انت قلت لا 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 اشوف والله ما شاء الله اشوف شوف لا لا تشوف تيتي باقي عيب شوف شوف ليش 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 ما تكوي هنا بعد اذلفن ليش ما تك تكفى سيارة نعط تك والله ما والله العلي العظيم لا استخدمها والله لا استخدمها انا ما سويت شيء لا شوف خلاص لا لا اشوف بعدين الكويت ما بصير حضن صح ايه حتى ليش انا حلفت بالله حلفت 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 لا حلفت يا اخي ما يصير يا عيال لا تجيبوا لي بكره ابو سلطان يخصم ساعدوا ولا رفق عدوك يا ابغى تساعد ابغى تساعد ساعد ها ما له شغل شو الكتف كنت تعطل هو يا ابو محمد خلاص لا تحلف لابس اصفر باهت حط فلتر ليه الله كذا عد الذبة بالله يا عزيز ها ما ادري طويل تبي ذبة ثانية ولا هي ما سمعتها ما سمعتها اقول يا ود اصفر باهت قال حط فلتر اجلس اجلس خلى انطحت من جنوبيه صدق انا حلفت بالله انا حالي مسكين 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 تكفى مسكين تكفى مسكين اوه ايش اسمه على ابليس هي تطلع ايه والله لا يوفق عدوك والله لا يوفق ابليسك امزح معي بس لا تمزح معي يدي هو يا محمد ليه ما ضحكت اولا ليه ما ضحكت والله انا اقوم اسحبك كابك كذا برا ليه ما ضحكت ليه اخذلي ليه ما ضحكت حداك اخذلي ليه ما ضحكت حداك اخذلي واذا ضربت واذا ضربت اقعد اقعد واذا ضربت شوف الجنوبيين راحوا طيحتها لبسني اياها لا لا ما بذي الا لو سمحت طيحتها لو سمحت قهرت جبه ما لبسني اياها ما اجيبه نصيحة لا نصيحة لا طيب يا ابو طيب طيب يا فهمت يا انا فهمت انا ماني مزين فهم طيب انا من بعده ما تبغى لو تموت لو تموت يا ولد عمار ادري انك دخل الضوء اسكيب 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 لا لا خصم 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 يلا خلي يخصم عليك فانا لا هرب اشله يلا جيبها لا تنفخ لا قل جيبها قل جيبها ها 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 ايش ها
لا لا بس ود ود هذه هناك ودها يا اخي الله يصلحك ودها ودها الله يصلحك يا محمد حط هذيك هناك ماني حاطها انت حذفها والله هناك انت اللي حذفتها من عندك انا هذيك حقتي اكذب والله أنا. واضح اللون اكذب طيب زي الناس في فار اتمنى فار انت اتمنى ها على اساس تنجسني ما نجست الفار مو نجس لا ما هو نجس انت نجس ما هو من سبع الموبقات انت نجس ما هو من سبع الموبقات ما ادري ادر ان تراه نجس وذبحه حلال انت معنى كلامك ان ذبحه حلال انت هذا قصدك علم قل ايه او لا لا قل اسف ولا ما سامحك لا تسامح بس اتمنى من فوكس يرجعوا الامور هذه واتمنى من ابو السلطان يرجع الامور والمخدة اللي انت شلتها رجعها ترى في خصم خفي ما تدري عنه اتمنى من الخصم الخفي لو سمحت يخصم تكلم مع جهه واضحه وتنشاف لا انت الحين تسولف مع حاجه ما هي موجوده وهذا خصم أتمنى ثاني من هذا خصم ثاني اتمنى من الفوكس ان يحاسبونك على ما في ما اخطيت بشيء لا اخطيت امس انك وشو استهزأت انت معي انت معي انت معي غيرها خلاص اسكت غيرها شوف الطريقه قلق الاول طق 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 ريان ايوه ايوه رفع الحذاء هي وجهه متسابقي كيف ايش رايك فينا وانا حلو صح لا يعني 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 اشخاص ثانيين تخفيت والحين لا تتحرك لا تتحرك انا ما تعرضكم لا تعرضوا لا تتحرك ضد الحظ لا تتحرك لا تتحرك انت خفت علينا انا صرت رجلي وبرع افا ما تبرع ولا يعني ولا ما تبرع ما تبرع لا تسوي تموت لا ما مون انا لا حد يغلط عليك لا حد يغلط والله ها حفراوي 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 تعال يا عويني تعال لا هويك لا 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 هويك وقف استسلمت وياك انا استسلمت انت لويتو يدي لويتو يدي خنقتني بالسيمة ترى سيمة والله معليش السيمة يقولوا سيمة طقوه سيمة طقوه لا 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 ما تعرضكم تعال ريال انتم مسكتون مع يدي اللي توجعني قم 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 الحفراوي انا مر عليه قم 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 انت ليه جالس بلاك تدير امامه وانا عنا فعلي وفعلي كلني اشم ريحتها طري والله الحفراوي ما حطيت بعد وقف الرياض وقف اجلس 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 والله ما جلس اجلس والله ما جلس امسك ايده امسك ايده والله نظر 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 انت ايش جاك انت فكيت يدك ما ما يعرف يخطف شوفك واحد ثاني هدوا 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 احد يدك هذه بس انا ما استخدمت يدي طيب كاب شيلو على الارض شيلو 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 لو سمحت شيل كاب اعتذر امام الملعب الحين اعتذر انا قول انا اصل اقول لك حاجه بسرعه اشقو ماشي لا ام عليك بد ايش في حركه في حركه تعلمتها بالكرتين امم عارفها اي اي يلا اول سويتها بالاخر يلا لا 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 تحرك انا انت مستقبل اي انت بعد انت بعد انت بتكفل اي انت خليك انت اطبع انا اسف يلا يلا انا اسف خلاص يلا خلاص يلا رجال هدك رجعت ورا المباراه انا عطيتها شوف ذولا شوف ذولا خاطفين عليهم مديو سكوت جنوبي ولد عمكم ولد عمكم ما عندكم حميه شوف 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 مسكينه حسبي الله العدو ياخذ سلاحك من يدك يا تعبان يا تعبان هذا تعرف تعرف الحرامي اللي يصور مغطي وجهه ووجهه مبين في المرايه ترى هذا هو حي والله راسك تاخذ السلاح من يديهم سامع يا محمد لك عشت مخدوم مخدوم يا ولد والله انت تصلحون رهاين ما تصلحون مخطوفين ها كويت ثوبين وش ما ابغى ثوب بسرعه ليه ما كويت ثوبي معك ما قلت جيتكم هنا والله قلت ثوب عزيز ثوبي ثوب بس وانت يوم جيت بالبدله قلت اكو ثوب معك والله ما سمعتك ولا مستانس قاعدك ابى اعطي الدنيا يا حفراوي ها راح اكو ثوبي ثقه سعد الاخ سعد حماد راح ياكل بس سعد دوك 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 سعد الاخ سعد شل بس سعد ايوه انا في داركم ايوه اسفي اهدا زغدك وقد هيك امي
لا 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 ما أقول ما يبغى شيء أقول دهني تعال جنبه أبشر قول جنبه قول جنبه أنت أي خدمة يا محمد ثاني منهم الله منهم لا لا منهم إيش تقبل منهم يا عيال يسولف كذا يخطفكم قهر حاشو والله ما عيال يسولف هجوا لا تحرك لا تحرك أبشر طامرك لا تحركوا ما نقدر والله شو اسمك أنت ورد من أنت تعال أيام بقولك حاجة بقول اسمح لي لا اسمع ماني محتاج اسمح تعال ريان لا تقوم ريان ريان ها رحبوا معاي بالشيب الكبير هلا شاحة من تويا تعال انا انا حبيب وهذه يا لحب هو المشي بطيء شغل البطيء في الدخولية مشغل البطيء في المشي قاعد يشوف تصميم ببالم يا ابراهيم التدخل البطيء جنبه قوات التدخل البطيء هذا هو مساء الخير يا شباب هلا احساس شلوني عنكم طيبة كيف ادائكم في المطبخ نفس ادائكم بالضبط بالله سوا سوا احسن سوا سوا في المرجة والطناخة اخ اي نعم نزري نزل 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 لك نزل رجلك تحاول تفلها اي والله انك عرفت باي حقي باي حقي نزل رجله صفتك مين باي حقي حماده يعني مسوي ماخذ دور حماده على غفله ولد سعد نزل رجلك حاضر كفو يا ابو هذا ريان رفع رجلك ايوه خلاص المشكله هو رافع رجله هو ترى ريان انا سعد حماده سعد انا ريان حماده نزل شماغك نزل شماغك يا حماده حماده لا مو كذا حماده نزل شماغك حماده نزل شماغك نزل شماغك لا لو سمحت انت صفيت انا بادب صفيت في الطابور حق الروج ذاك اقول بس عشك محازم خاصم 100 نقطه اقربوا محازمكم صفيت الطابور حق عرفت انت عرفت ايش بتقول لكن ترى عليه عليك عكسي صفيت في الطابور الطابور وش ترى عليك عكسي ما انا اهدد وش تهدد به صفيت في الطابور حق الروج ذاك الا اذا جينا الصبح ما يوم اللي شريت لك ما صفيت مره ثانيه هاو ولع الملعب ايوه ولع الملعب ايوه ولع الملعب ايوه ولع الملعب اسوي عزيز ايوه رد يا حمار رد عليه رد انا قلت لك عين خير ما عزيز ترى خطير مره رد عليه ملسع صراحه كله ذبات بس جالس جالس ادور واحده حلوه بسرعه بسرعه عندنا احنا حماس بسرعه ابطا يا الربع ابطا والله اسعد سعد شو الاخبار؟ ايش اموركم؟ طيبين؟ عزيز شو اسمها هي؟ ريسبكت 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 عزيز مد ام الشحم على كمال الله ومد ام الشحم من أحرين البل عدوان الغنم مسكينا من كل حمرة سائلة يا سلام يا الله رأسك أنا بارك يعني من كل حمرة ما قال من الدم يعني ممكن صلصة صح معجون طبعا أيوة. القصيدة ما بي لا تتكلم في الرجل ها؟ لا تكلم القصيدة ما يبي أنت ليش؟ لا تندق لها القصيدة ايش؟ ما هي بي ها؟ القصيدة ما هي بي ايدي يا مرة خصية ايدي أنت تقول الدم سائلة الدم حتى عشان الدم سائل دم سائل هذه اصبع سعد انا اشربها يا ابو محمد ابو علي اشربها لا 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 هذه هذه مناظر مشوهه بلس اي تي وبلس اي تي انا اقول نشفه لا تقول تقول اشربها انا قلت اشربها يا سعد ايش لا قلت ايش قال يا سعد لا ما سعد امانه لا تهمل خلاص لا لا امانه نبي يخصم عليه احنا جايين منافس والله فني علم خليه يخصم عليه يطلع الكلام والله فني علم والله فني علم والله يا حمار والله علم بس متطور اللي يقول صفيت الحين وهم تشوف الحين هذا قطعت يد ولد صدق ايش شعورك الحين؟ ولدك ملقوف ايش شعورك؟ وانا احط اقول اوه يدي اقول عزيز شباب قال يا حماده والله جاني خصم خفي خفي يقول لعن 80 مرة منو منو ذا؟ سياب سياب طلقت 60 مرة سويت اعلان حق 150 شركة راقب مستمرة ترى الاعلان لا تدري شو قلت؟ قلنا اذا اشتهرت في السناب انا راح اعلن ببلاش انا عارف نفسي هو بينشر في السناب ترى ترى سياف شخص على 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 فطرته ايوه جاني بدا
تستس يقول يا وجعلني فداك حسبني بس يندل. بس برضو فطرة الإنسان يحب الوقت. الظاهر فطرته على الإعلانات. هو سياف في كل شيء حلو بس لو يغير وجهه بيكون أفضل حاجة. لا 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 كذا وجه بدون تعابير ما يدري هو زعلان هو راو شو شو ما يدري والله ضيق والله ما تدري ما يمديه يحط شيء مسوي وجهك حلوت هذا باطل على ركشة سياف سياف أنت تركب بدون هذا الشيخ صراحة يعني أنت تركي اللي مو شيخ لا لا على شحم على شحم على شحم أنت فيه مدري لا تنشبون على شحم لا تنشبوننا في مواضيع ما هي لا لا انت سعيد بدون متى ان شاء الله بتفتحون موسم ترج وناشد لا طلع كان لا وناشد من المنبر هذا والله اني طالعها اتعداك ها يلا وناشد ايوه وناشد اداره مركز ترج باسمه القبض لا برفع قضيه استهزاء ليه واستنقاص بالعكس يبي يحط القبض عليا حمد بن هادي المري رقم الهوية ايش رقم الهوية؟ عذرا كم هو؟ 1-0 1-0 1-0 1 سجل يا ابو عارف اسمه سجل خاطب الجمهور خاطب الجمهور خالد خاطب الجمهور يكلم واحد عند واحد من ربع في الامارة سجل يا ابو صالح لا لا امزح امزح يا رب امزح ولا كم بيسجلون هم؟ ايه يعني مش عنده ترى فعاليات يا ابو هادي ايه انا ما قلت شيء قلت متى موسم ترج بس كبيرة هي هجرة ترج ولا مدينة؟ محافظة يا اخوي محافظة محافظة ترج والله؟ أول مرة أسمع فيها والله والله أسمع فيها الجنوبية أنشد اللي وراك أبو ضير أمس أبو ضير والله العظيم الله يعزه الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة من؟ اللي جماع القبائل بكافة أطيافها الله يرحمه جماع البدو مع الحطر جماع الشيعة مع السنة الله يرحمه جماع حتى أهل الثار أنا هذارهم معزي كلمتنا معزي الله يرحمه والله العظيم انحنى بعد الله حن تحت تحت فضله يا الهي اي والله والله العظيم ما اللي بي شيوخ قبائل الله يرحمه كل يبغى الحكم كل يبغى الشيخه ولولا جاب راية التوحيد ولولا وجماعه لولا الله ثم هو لولا الله ثم هو كان جاء حرب وكان والله العظيم وكان جاء لو لا هو ما كان انت لو سكرة. لو ما جاء سياف كان جحدر كان ايش ايش يقول لا لا ما كان يحارب معنا كان في قسم التموين طباخ يا رجال لو ما في لو الكلام هذا قبل ايوه كان استحلينا ديرتكم حطينا ضمن وادي تل اي والله الراس طبل قل زي كفو لا تدخلني في العنصريه يا ابو كان جنسيتي ترجاوي حنا اخوان شو يقول طيب اسمع حنا اخوان وفوق الكلام صدق خلني اقول حاجه تفضل حنا فوق الكلام هذا وانت يا مري تسبب حساسيات بين الشباب انا سلفتت ايش دخلك انت تسبب حساسيات بين الشباب لا تخلوا لا تخل لا تخلوني اتعنصر اقسم بايات الله لو اتعنصر وانا عمي محمد وانا والله شوف العنصر هذه عنصريه هذه بالعكس تكلمنا عن قبيله معينه ايوه لا وش قلنا تقول وادي ثرج ايش وادي ثرج ايش وادي ثرج احنا ايش قلنا انت ايش قلت طلعنا من موضوع وادي ثرج دخلنا بالرحال للملك عبد العزيز وزير سالم عتبه ها وحطيت اللي في التموين قصده طيب التموين ايش دخل في وادي ثرج يا رجال انا بخليك لو سمحتوا لو سمحتوا الكل يسكت جاكم الحلوى المسكت جاكم الحلوى المسكت لو صفقونه يلا صفق صفقونه يلا صفق لو سمحتوا لو سمحتوا انت ماذا كنا مو بغريب علي يا اخويا خالد كنا طايح في حبل اليوم كنا هذاك احمد بلال هو اسمه احمد بلال بلال الشامي اذا ما له في الحداق ها يا ولد ستايل الحداق هذا امس بحداق يعلمنا كل شيء يحدق امس وتبصم مو طقم والله عندي ذبح عليك هذاك ما تصلح حرة متاكد فيها اعلان اعلان والله اعلان والله اعلان وعلانه سيء جدا والله يا ابو تميم ترى ببدا اشغل الحين يا وي يا وي والله رسول يا وي اخذت ماك لا يا رجل ما الضيقات ترى خصم حلف المسكة مو بين الماء تواجهني لغابة ايه اذكر اقرا لكم اذكار المساء اي والله الشياطين موجودة امسينا وامس الملك لله والحمد لله
ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. ما أقدر أقولها شوي شوي. أنتوا رددوا اللي قولوا آمين. لا لا بس اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ما أصبح بي اللهم ما أمس بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. حسبي الله، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت رب العرش العظيم. أمسينا وأمس الملك لله رب العالمين. اللهم نسألك خير ما في هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها. أعوذ بكلمات لا تتمات بشر ما خلق، أعوذ بكلمات لا تتمات بشر ما خلق، أعوذ بكلمات لا تتمات بشر ما خلق. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي وعن يميني ومن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعونك من أقتال من تحتي. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت وأشهد أن محمد عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. 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 اللهم صل وسلم على حبيب وجابر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. 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 رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اقروا المعوذات يا جماعة، اقروا المعوذات. باقي في دعاء باكم تردونا بس. اللهم يا ولي نعمتي، اللهم يا ولي روعتي، اجعل مآخاذه واحذره بارده بردا وسلاما علي، كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم عليه السلام. أعوذ بك من الله التمسك ما خلق، أعوذ بك من الله التمسك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في الأرض. بشر من يفاز المطبخ. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين عشر مرات. سعد واحد لا إله إلا أنت. ترند الرابع شباب، تدرون الرابع في دعاء دعاء بسم الله الأعظم، لو أحد يعرفه أو يدعيه إن لا ترد له دعوة. وشو لو ما أدري قال هذا كلام الشيخ دعاء؟ أي دعاء لك؟ لا مستحيل يرد. لا 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 أنت تكلم إنك تسأله باسمه الأعظم، عاد ما ندري أي اسم. لا اللي قالها الشيخ إنك تبدأ بالصلاة على النبي وتحمد ايه وتنتهي فيها وتخلي دعاءك. الله يعافيك يا اخي، مش حالك؟ الله يعافيك على بركه الفوز والمطر. الله يبارك فيك. كلنا فزنا كلنا، هذا عادات الناموس يا ابو هذا. كلنا فزنا كلنا. وش وش الطاقه؟ ها مضبوط يا ذا الرجل اكرم، مضبوط بسم الله اعظم وعبده الجزله. بس ما سووا الجزله، من ما سووا الجزله. ارفع صوتك ابو جابر. ايش ما سووا سعود؟ تعادل كلنا هجت. لا لا صحيح، العطيه الجزله ما ادري. انا قلت تقول هو ترى ما في دعاء محدد نمشي عليه. اي بس تحس قايله واحد من الجماعه. لا ما ندري، احنا ترى ما ندري بس قاعد نسال.
انت نزيل نفس نفس لا 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 نفس نفس كل واحد يقرا اللي هو نعم نعم ترى ما في دعاء لازم تقول كذا وكذا انت حماده خانك تقول لا تقرا من كذا هذه معذوره معذوره موجوده والله اني سامعها من شيخ داعي اللي هو الرامطان الرامطان الدا كذا الوجه الاكرم والاسم الاعظم من عضيه الجزر ارفع صوتك ما سمعت يا ذا الوجه الاكرم والاسم الاعظم والاسم الاعظم والعطيه الجزله 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 طيب وين راح باسمك اللهم لا اله الا انت الاحد الصمد وين راح وين راح هذا بعد من الادعيه القويه من اللي من ايش دعوه قوي والله من اللي قالك انها قويه ادعيه ذي معثوره بس اقدر انك ما في شيء يربطك معثوره يعني ايش يعني مؤثره معثوره لا يعني قالوها الاولين موجوده في الاحاديث والسنه وكذا عرفت وضع ايزي لها اثر ترجع له باذن الله ما جازت لك السؤال قم 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 هناك قم هناك شوي لا احس المحتوى لا لا قم هناك قبلني ابي تكفر روح عند عبد الله عندي ذبه قسم بالله عندي ذبه يا تدري ليش بقوم قول لي عشان محتواك ما يروح يلا يلا لا 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 في جنب في جنب في جنب بسوي اقلام شوفوا يا شباب ابن عنك وعن مصاحب التدخين هذه الرئه السليمه والرئه المدخنه قصك من اللبس معلش دبات مغربيه كذا يعني لا لا اليوم كم 15 عايل لك يوم 70 60 يمكن اليوم قمر ما بيستمر يمكن البقال الحي تطعين على كل لبه حسن تاريخ 15 لا ليش اليوم كم 14 و 15 ليش اليوم 15 15 قلت له يا باقي 75 يوم كريك ايوه قلت له قلت له قلت له متى لي سنه 75 يوم قلت له طلعت انت صراحه بطل انا ادور لك دواره حد بيذن انا ان شاء الله على الستيج الاخير انا اتكلم على زملائي سلام ابي اشوفهم انا الامانه حق اني بسجل دقيقه شباب 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 قولوا لا اله الا الله لو نتفق مثلا نكون مع بعض درجاتنا سوا سوا اذا واحد اخطا نخطئ كلنا سلام سلام هلا والله هلا هلا بالطباخ بكره بكره من اللي معه انتم مش عنزي وحسين حسين الوايلي ابو شعول ما يعرف يطبخ حسين مش عنزي والله الطباخ فزنا كلنا والله تعادل كل واحد اخذ درجه احنا كان فايزين يا حسين بس قلنا لا تحزنون اخويانا فوزهم فوزونا ومتفاجئ لا 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 ياخذ جميل ما هو بله صح ما له شيء لا اللي عنده ما رد لا 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 والله الحين يعد علينا يقول فوزناها محل لا ما فوزنا ما له فضل حماده معطيها وضعيه سنان المدير يا رجال عيناه ماخذنا اكبر الله اكبر الله اكبر الله